يب، زي ما كنت عارف، شفت عنوان في سلاح جديد كيو بي زد داخل عشان تشوفه، ولا يهمك هديك اياه. بس قبل هيك اعمل لايك، اشترك في القناه، واليوم راح نستعرض معاكم سلاح الاف ار 556. سلاح الاف ار لما يعني اول ما نزل انا كنت افكر اصلا سلاح الكيو بي زد، بس لما نزل طلع سلاح ثاني. بس بشكل عام ليش اصلا فكرته زي هيك؟ لانه نفس السلاح اساسا، يعني لو تبحثوا عن سلاح الكيو بي زد او انتم عارفينه بالتاكيد يعني راح تعرفوا انه نفس السكوب، نفس الشكل السلاح، فاهمين علي؟ فما في اي اختلاف في السلاحين سواء كيو بي زد او اف ار، عشان هيك اليوم اعتبروها تجربه لسلاح الكيو بي زد. طبعا هاي التركيبات اول مره بستعمل عليه، تركيبات نوعا ما خفيفه شوي، انتم شايفينها ثقيله هيك، بس لا بالعاده انا برفع الدقه ل 112 تقريبا. فكاتم موحد وجوال ستوك واي كي ام وليزر او دبليو سي، طبعا ستوك اللي هو القتالي مش الخفيف، لانه هو بسرعه فتحه السكوب، تحطوا له ليزر وشريط المقبض المحبب. عيبه الوحيد رصاصه قليل، لو مش مهتم كثير ممكن تحط المخزن الف بزود لك 9 رصاصات وتشيل المسند، بس يعني بنصحك هيك تخليه، انا شايفه هيك كثير ممتاز. فتكم على اليمين فيهم لقطات كثير خرافيه، وان شاء الله عجبكم السكن، سكن سكارلت بصراحه يعني سكن نفسي فيه من اول ما نزلت اللعبه. بالمناسبه المقطع هذا برعايه متجر اي شوب، بيع السي بي في كود موبايل، اقل اسعار بين جميع المتاجر، شيكوا عليهم روابطهم في الوصف. مش عارف ليش عندي احساس انه هذا الجيم يعني يجي فيه ايزي نيوك، ما ادري ليه، مجرد احاسيس عابرة. نبدأ عد يعني اثنين ثلاث أربعة. خمسة. يا حي أشوف مخاوي فيني. One hour later. يا ابني يلا. إيه ده؟ لا رجعنا السلاح، راح الكل وراريو. حرام كل هذا الرصاص، ايش فيه؟ الو الو ايش فيه؟ ناين انا من الغدر، ناين انا من الغدر، تبا من الغدر يا اخي. تبا من الغدر. اوكي مرة اخرى. هلا نوفا للمرة الثانية. الاخ هذا كل شيء هو سارق مني كل، راح يجلطني. يلا اوكي ما في، خذ لي هاي. فكرت حتنزل علي. يلا دشلهم كده. يا ربي طب ليه؟ يا اسطى ليه؟ يعني يعني احكي لي ليه؟ انا هقول لك ينفع ولا لا؟ عيب. Shock RC is coming. Tango down.
انت لسه بتدور عليا يا اسطى؟ يا اسطى انت لسه بتدور عليا؟ هي ما ينفعك. اه في نيوك نزل عليهم، في نيوك نزل عليهم اخر راوند، خسارة والله. كان لازم الي نيوك بس يعني معلش معلش. شوف سلاح الكي بي زد ايش راح يعمل في هذا الماب الحلو. اوكي مش احسن شيء بس اوكي. اوه طيب حرام علقت. او ماي جاد بدور علي يا حبايبي. دور ان شاء الله بتلقاني. يا اخي الفترة مش عارف اتحكم مدري ليه. كان عندي شوية مشاكل بالتحكم بس يعني بتنحل قريبا. نايس. ايه ده؟ فري شوت تنهيد. اوكي. وبعدين أنا تعبت من هذا الموضوع والله تعبت جد. الموضوع كل شوي اللاعب يقعد مكانه. لا 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 حرامات. نايس.